بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، نعيش قصة جديدة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نأخذ منها العظات والعبر. واليوم سنجعل قصتين معا. القصة الأولى روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصوم وفي كتاب التفسير أيضا، باب قول ربنا تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا الحديث في مجموع طرقه في سنده قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني. قتيبة بن سعيد رحمه الله من الطبقة العاشرة، وكان هذا الرجل مشغول بعلم الفلسفة، ونحن في رمضان نحذر من الزنادقة أمثال عالم منصور الكيالي وعدنان إبراهيم وكل هؤلاء الذين خرجت فيهم تحذيرات من هيئة كبار العلماء بالإسم، ولا سيما أنهم يخرجون على قنوات مشهورة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من شرها، وأن ننظف بيوتنا من هذه القاذورات التي تؤثر في عقائد الناس. فكان قتيبة يقرأ لأمثال الفلاسفة الذين تأثر بهم هؤلاء، عالم منصور الكيالي ليس لهم من أثارة العلم ولا عالم فيزياء ولا شيء ولا أي حاجة، كل هذا كذب. وأما عدنان إبراهيم فإنسان عانى من مجموعة من الكومبلكسز، يعني يسموها مجموعة من العقد. هو كان مقيم في غزة، قامت الحرب هاجر إلى أوكرانيا، قامت الحرب هاجر إلى النمسا، وهو طبيب ودخل عرضا كما يقولون في القرآن والسنة، ومن كذبه ينفق الأحاديث. يعني الإنسان الذي يستمع له إن لم يكن من أهل العلم ينفق الحديث. لماذا؟ ليسب معاوية، ليسب السلف، وفيه أيضا من الرفض والتشيع. فأنا أحذركم وأحذر نفسي من أمثال هؤلاء يا أخوان. قتيبة بن سعيد كان يقرأ الفلاسفة ابن سينا والفارابي وابن خلدون إلى غيره من مثل هؤلاء الناس، فرأى رؤيا في المنام، وهذا موجود في ترجمته. ماذا رأى في المنام؟ رأى أن راوية تنزل من السماء قرب فيها ماء، والناس في شدة حر وعطش، وكل يريد يشرب، وكل يريد أن يقفز ليأخذ هذه الراوية والقربة، فما تمكن أحد إلا هو بكل يسر من غير قفز ولا تعب. نزلت له كده زي عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. مثل هؤلاء لما أخذوا قبيل بن عدي لما أسر، فكانت المرأة التي كان عندها تقول: عجبت إليه يأتيه العنب ومثل عنب فيها، رضي الله عنه وأرضاه. وفجأة كذا طفل من أطفالها ذهب إليه وفي يده الموسى، فنظرت المرأة خافت، قالت: ممكن يقتل واحد بواحد، صح ولا لا؟ قال: أتظنين أني كنت أقتله؟ قالت: نعم. قال: لا، ما كنت لأفعل. هذه ذمة الدين يا أخواني، هذه إلا الذين يسفكون الدماء ويقول لك جهاد وما، هذا كلام فاضي هذا. فنحن بين فكي كماشة والعياذ بالله، بين شدة فكر الخوارج وشدة فكر الزنادقة. فلما أمسك بهذه الراوية وهذه القربة تحولت من ماء إلى نور، فأضاءت ما بين المشرق والمغرب. رؤية، والرؤى تغير أحوال الناس إذا الإنسان أخذ عند عابر. قال: وكنت أعرف رجلا بزازا، يعني يبيع البز، يبيع الحرير، وله في تفسير الرؤيا، ليس شرطا ان معبر الرؤيا ان يكون عالم، مو شرط. في بعض القرى تلقى امراه اميه ما قرات ولا كتبت تفسر الاحلام، هذا ليس شرط، لكن هذا نور يقذفه الله في قلوب الناس. وكلما زاد الانسان تقوى كلما فتح عليه. الله يجعلنا لكم المتقين. قال: يا قتيبه، دعك من علم الكلام وعليك بالقران والسنه، فهما يبلغان ما بين الخافقين. هذا لا عبر، هذا المعبر الرؤيا انتهت كده خلاص.
راح للبزاز المعبر قال له شفت إننا في راوية ناس الناس يبغونها ما يقدرون أنا مسكتها أضاءت تحولت من مية إلى نور أضاءت. قال هذا هو الكتاب والسنة فدعك من علم الكلام الفلسفة وأقبل على الكتاب والسنة. رؤية غيرت حاله فترك الكلام المال داعي وأقبل على الكتاب والسنة فكان من كبار المحدثين. وجوده في الإسناد يجعل الإسناد عاليا لأنه هو سن كبير ما شاء الله عاصر العلماء وروى له الجماعة أصحاب الكتب الستة. قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني من بغلان في أفغانستان أعجمي لكن إن الله يرفع بهذا الدين أقواما ويضع به آخر لا فضل العربين على أعجمي إلا بالتقوى. في حجة الوداع النبي وقف الركب 120 ألف صحابي يحجون مع النبي عليه الصلاة والسلام وينتظرون ينفرون من عرفة المزدلفة تعرفون يوم عرفة يوم طويل وفيه مشقة وكذا والنبي يوقف الركب كله والناس منتظرين ينتظرون من هذا اللي النبي موقف عشان ايش الحج كله هذا مين هذا. فإذا بشاب يخب أسود آدم أفطس مشقق القدمين يخب بين الصفوف فيرزفه النبي على ناقته أسامة بن زيد بن حارثة الحب بن الحب مولى بن مولى هو أبو أسود وأبو أبيض زي اللمبة أيوة. لأن أمهم أم أيمن بركة المرأة الحبشية وزيد بن حارثة من أقحاح العرب لما أسر لما أغار قوم على أهلي فأسروا وجابوا واشترى حكيم الحزام أهداه لعمته خديجة وخديجة أهدته للنبي عليه الصلاة والسلام. قال زيد بن محمد ما كان محمد أبا أحد من الرجال. في السند أيضا الشعبي عابر بن شرحيل الهمداني قبيلته وهمدان بلدته إذا سكنت قبيلة وإذا فتحت كانت بلد لما نقول الحمداني بالقبيلة الحمداني بالبلد همداني قبيلة الهمداني يعني من منطقة همدان. الشعب هذا ما كان يكتب سوداء في بيضاء أمي لكن يحفظ من أول مرة على طول روى عن أكثر من 60 من الصحابة. صاحبنا في السند عدي بن حاتم الطائي أهل الحجاز يفتحونه وأهل العراق يضمونه عدي هذه بلغة العراقيين عدي بلغة الحجازية عدي بن حاتم من هو أبو حاتم الطائي الذي إذا قيل الكرم قيل الكرم حاتمي بس بعد نجا النبي أصبح الكرم مصطفوي محمدي عليه الصلاة والسلام. وين كان يسكن عدي؟ حائل بلاد طيء في أرض حائل اللي هي حائل الآن أغار غزاها الصحابة بقيادة علي بن أبي طالب هو عند أبو مات خلاص انتهى وهو عند خواته ونساء هرب وسابهم فأترهم الصحابة وجابوهم عند النبي عليه الصلاة والسلام. قالت اسمها سفانة قالت انتم ما تدرون انا اقول ترى حاتم الطائي الذي ما وجد الا حمارا فذبحه حمار وحشي فذبحه اكرام للضيف. سيدنا علي قال له والله ما نقدر نسوي لك شيء لكن اذا خرج النبي فقيسي على مدرجته واذكري مناقب ابيك النبي شفيق رحيم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم هو طالع للصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قالت لنا سفانة بنت حاتم الطائي الذي فعل وفعل وفعل. انظر الى الجواب قال إنما فعل شيئا ليذكر ما له أجر عند الله. لا تقول لي توماس أديسون بتاع الكهرباء ولا تقول لي فلان الفلان. والكافر عمله محبط فلا يبنى له مسجد ولا يقام له في عمره. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن في الآخرة من الخاسرين. الكافر لا تقول بنيت مسجد عشان ينفع في الدار الآخرة لا والله ما ينفع شيء ولا ضف يجيب العمرة تقول ما ينفع الكلام هذا ولا يقال الكافر يا سيدي. قال عليه الصلاة والسلام لا تقل الفاسق سيدا فإياك سيدا فقد أغضبتم ربكم. هذه كلمة تغضب بها الله عز وجل. ديننا دين الموازنات لا نعتدي عليه ما لم يعتدي علينا ولا نؤذيه لكن أيضا ما نقول يا سيدي ونسوي له عمره ونبني له مسجد والكلام هذا كله هذا غير صحيح يا إخواني الله يرضى عليك.
روى البخاري عن عائشة عبد الله بن جدعان، تعرفون الذي كان له مائدة مدعدعة في مكة، هذا من رهط عائشة، من أقاربها، من خوالها، فجرت للنبي: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان عليه الصلاة والسلام كان عند موائد يطعم الناس والحجيج. قال: يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. حظ أخذ في الدنيا، جائزة نوبل، جائزة أوسكار، جائزة خلاص انت، لا ما عند الله ما عندك، لأنه لو كان عاقلا لقال لا إله إلا الله. أيها الكرام، من كان أكثر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، حتى لو كان فعل كل الموبقات، لو فعل كل الموبقات ما لم يستحلها. وحديث البطاقة دليل كبير جدا، يؤتى برجل له من السجلات مد البصر كلها موبقات وذنوب، والربنا يقول له: احضر وزنك يا عبدي. قال: يا ربنا هالك هالك وزن مين؟ من شيء. قال: احضر وزنك، انك لن تظلم اليوم شيئا. قال: طيب. راح يحضر وزنه، سجلات وين يروح يقرره الله بكل شيء، يقول: نعم فعلت 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 الأخير. قال: ولكن لك عندنا اليوم بطاقة. قال: يا ربي بطاقة، بزنس كارد يعني، البطاقة وش تسوي في السجلات هذه كلها؟ قال: إنك لن تظلم اليوم شيئا. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، تطيب بهن لا إله إلا الله. هذه كلمة عظيمة، من أجل إقامة السماوات والأرض، وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. عدي لما أسلم جيل النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا رجعت أخته قالت له: يا هراب تهرب وتجيب حريمك، روح للنبي، جئتك من عند خير الناس. ركب وطلع من حائل إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما شافه النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا حيا عدي، أأنت الذي تعمل بالمرباع؟ الله، مين ما يأمر؟ من وين؟ مين جاب لك الخبر هذا؟ قال: فعلمت أن الوحي أخبره. محدش يعرف الكلام هذا. المرباع كان كل بيعة من قومه يأخذ الربع، مكس يعني، والعياذ بالله، لأن هو سيد القبيلة والعياذ بالله. قالوا: مين قال لك الكلام هذا؟ لا لا والله أنت نجم أكيد، الكلام هذا ما يعرف أحد، هذا توب سيكريت، هذا ما حد يعرف الكلام هذا، أن الرباع والكلام هذا كله. قال: لما نزل قول ربنا تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: ما كنا نعبدهم يا رسول الله. قال: أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحرام فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. قال: لنا خلاص، أشهد أن لا إله إلا الله وأسلمت وآمنت. وجاء يصوم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وسمع قول ربنا عز وجل: وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود، لسه من الفجر لسه ما نزلت. فربط عقالين، كل واحد في رجل رابط عقال، وفي رواية جعل على عقالين تحت الوسادة، كل يوم في واحد أبيض والثاني أسود، ويقعد يستيقظ في الليل، ما في سرج في ذاك الزمان يا اخواني، ما في مصابيح، سموع واشياء وزيت، وكان يلقى الدنيا لسه ما في الابيض، كلها الدنيا مسوده. فطلع الفجر غدا للنبي عليه الصلاه والسلام: يعني رسول الله، انا زي ما ربنا قال في الايه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. كلمه خيط هنا اثرت فيه، فجاب عقال من الخيط وحتى تحت الوساده. قال له: ان وسادك لعريض، وفي روايه: ان قفاك لعريض، الرايص الابيض من الاسود، انما هو الليل من النهار. من الاشياء الماتعه في مثل هذا، الانسان اذا ما قرا على العلماء يا اخواني يفسر بكيفه، مثل هذول اللي طالعين في القنوات. احد الشباب كان راكب مع اخيه في السياره، ومشوا في طريق بك حرف تي، يعني يمين يسار، وهذا الاخ يعني لسه متحمس جديد على الاستقامه وكذا، فقال له أخوه هذا طالب علم، فقال له: وين نروح؟ قال: ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما. أدخل يسار، أيسرهما يعني أسهلهما وليس اليسار. فتلقى المتحمس كذا، واحد قرأ في حديث وإن كان فيه ضعف، حديث النظر إلى المرآة، فقرأه على الحديث النظر إلى المرأة، فكل ما شاف فرمة: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي. فمرة مشي مع واحد من طلبة العلم، قال: لا، اتق الله، قولوا من غض من أبصارهم. قال: يا شيخ، ترى عندي كتاب الأذكار، هو شوف شوف
دعاء النظر إلى المرأة، قال له إلى المرآة يا حبيبي، إلى المرآة وليس إلى المرأة. فمن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. روى ابن الجوزي كتاب جميل اشتروا يا اخوان اسمه أخبار الحنفاء المغفلين، الله يعافينا ويقول ابن الجوزي. فيقول أحد الناس من طلبة العلم سافر يوم ونزل في قرية وكان يصلي معهم في المسجد، كل ما يجي في الصلاة يلقاهم جايبين قفة وفيها فار وفيها سكين مربوط في رقبة الفار ويحطون عند ايش باب المسجد، وبعد ما يصلوا ياخذونها ويمشوا. يوم يومين قال الإمام، قال جعلت في ذلك ذات الله خير، انتم في كل صلاة انا ضيف جديد هنا في الحارة، وفي كل صلاة انتم تحطون تجيبون قفة وفيها فار وسكين. قال انت ما تدري، تعال 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 بس نعلمكم انتم مثل نجيب، تعال طلع الكتاب. قال شوف النبي وش يقول، اذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة والقفة والفار. قال يا شيخ الله يغفر لك، فعليكم السكينة والفقه والوقار. تعرفون زمان الدنيا برد، الكتاب ينزل عليه المويه، ينزل عليه كذا، يشيل بالحبر مكتوب مو بالطباعه، يشيل واو فبقت ايه بدل الوقار بقت الفار، ويشيل الضمه بدل ما تبقى السكينه بقت السكين، ويشيل هنا بدل الفقه راحت هنا القفه، هنا نقطه وهنا نقطه. فلذلك لابد العلم ان يطلب على مين؟ اهلي، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالمقصود هنا من الفجر، المقصود من هنا الليل والنهار، وليس خيطا أبيض، ولأن الليل إذا جاء كالخيط الأسود، وإذا انفجر الفجر كالخيط الأبيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أشرقت الشمس منها هنا وغربت منها هنا فقد أفطر الصائم، متفق عليه. يعني الآن في رسالة جاءت من إحدى الدول، ممكن بعد يومين تكون بيننا كما الله يعفنا وياكم، قال ترى المقصود بالإفطار ليس وقت الغروب لكنه وقت دخول الليل، وأخذ يصرف الآيات التي ذكرها الله عز وجل في ذكر الغروب إلى غير ذلك. نقول أخي الحبيب، الله عز وجل ماذا يقول تبارك وتعالى؟ يقول وكلوا واشربوا حتى يتميل لكم الخيط الأبيض من خبرة من الفيض ثم أتموا الصيام إلى الليل. ورب العالمين قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. والله تبارك وتعالى بكلامه يوضحه النبي مثل موضح لعدي بن حاتم، فقال إذا أشرقت الشمس منها هنا وغربت منها هنا فقد أفطر الصائم. قال ابن عبد البر، وأجمع الناس أن أحاديث الغروب هذه متواترة. وقال مالك وأحمد وغيرهما، فإذا وجبت الشمس وسقطت فقد حل الفطر. وقالوا إن هذا الحديث من دلائل النبوة، فإن أناسا من أهل البدع لا يفطرون حتى تتشابك النجوم. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، رواه الترمذي وحسنه. وقال عليه الصلاة والسلام، ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، متفق عليه. وهذا كله يدل يا إخوان إذا تبين الشمس، وليس شرطا الأذان، وإنما جعل الأذان إعلام، يعني أنت لو في برية ما سمعت الأذان لكنك في الشمس إيش وجبت طاحت انتهت غربت خلاص تناول فطرك ذاك الخير، ولا شيء في ذلك. ثم أنوه على ما قالته وزارة الأوقاف ذا الله خير، قالت فرع جدة، قالت ولا تربطوا أذان المغرب بأذان مكة، وعليكم بإيش بالتقوى، لأن بعض الناس يجتهد أول ما هناك يقولوا حي على الفلاح يقوم هو يأذن، وصف آخر ينتظر يغلق الأذان هناك يقوم هو يأذن. يا أخوان ما في علاقة، التقوى الخاص بمدينة جدة، التقوى الخاص بمدينة جدة. ثم الآن أيضا في رسالة الشيخ الشيخ الخفنان الله يوفقه في خمس دقائق يتكلم على مسألة وقت إيش وقت الفجر، وقال لجنة خرجت وهناك تقديم وتأخير في وقت الفجر. ثم ينوه فضيلته فيقول يعني على الأئمة في المساجد أنهم ينتظر وقت الإقامة كما قالته الوزارة 25 دقيقة. تشوفون الناس في رمضان بيكثرون في صلاة الفجر فيستعجلون، ليش؟ لا انتظر عشر كل أداة الصلاة خرجت من إيش من هذا الخلاف. والمفتي العام قال والتقويم
على متمه وهو صحيح إن شاء الله عز وجل. ونتقيد بما قالت الوزارة لقد في أوقات الإقامة وأوقات الصلاة تعرفون في رمضان الثاني يكون يريد أن يغتسل يريد أن يتوضأ كذا فلما تكين قبل 18 دقائق طيحت على أناس تلقى والله في المسجد صفوف جالسة في وقت السب ولسه الساعة ما انتهت. وإن كان الأصل في ذلك أنهم النبي متى رأهم اجتمعوا أقام الصلاة لكن تعرفون في رمضان ضيوف جدد بيجوا فخلونا على ما هو الوقت لكي تمكن الضيوف الأصليين الزمان الأصليين هم يأتون فيه لأن يكون معتمد مسكين إن هو الوقت على الكم الإقامة الطبيعية اللي احنا متعودين عليه بعد يقرأ القرآن في البيت يصلي النافلة في البيت وهذا هو السنة وهذا هو الذي عليه النبي كل صلاة رجل في بيته إلا الإيش إلا المكتوبة. فيتقيد المسلم بذلك أيها الكرام الفضلاء ويبتعد عما يثير الضغناء بين الناس. أما حديث أبي هريرة عند أبي داود إذا أذن الفجر وفي يد أحدكم قدح فلا يدعه أو لا يترك حتى يقضي منه نهمته. الأصل أن يكون في يدك في ماء وليس أن يذهب الإنسان إلى الماء ليأتي إلا إذا كان مضطرا مثل الإنسان عنده دواء عنده كذا. فقالوا لا بأس إذا كان مع أول الأذان لا مانع. والثقة للعبادة يا أخوان هي من العبادة الإنسان يحتاط لعبادته فهذه من إيش من العبادة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فنبغى نتكلم عن العمرة في رمضان لكن الوقت لا يتسع إن شاء الله نجعلها في قصة جديدة في حديث المسلمة الإنصارية. هذا ما تنصر أيها الهدى وتهجى أعداد وعلى الله على ذكره صلى الله عليه وسلم محمد وعلى الله وصحبه وسلم أخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين.